السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. يعني ايه الكي بي ايز جوه الباور بيفوت؟ على طول بنشوف الشكل ده. لو انت بتشتغل في الباور بيفوت هتلاقي فيه كلمة كي بي اي. دي يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه اخبارها؟ يعني الدنيا عاملة ايه؟ الكي بي اي دي حاجة اختصار لكلمة كي بيرفورمانس انديكيتور. كي بيرفورمانس انديكيتور اللي هو مؤشر الاداء. دلوقتي انا عايز اعرف الناس اللي شغاله في البيع مثلا، نفترض مثلا بيبيعوا ايه، هل هم قريبين من التارجت ولا لا، هل هم بيبيعوا كويس ولا لا، وهكذا. دلوقتي طبعا انا فتحت الداتا موديل. الداتا موديل دي انا عاملها يعني من قبل كده، حتى لو انت لسه ما تعرفش يعني ايه داتا موديل او يعني ايه باور بيفوت، كنت عامل فيديو يا ريت ترجع له في الباور بيفوت في الاكسل، ان شاء الله تلاقيه. الباور بيفوت ده ان انت بتجيب كل كذا بيان، كذا بيانات اهي، بتحطهم مع بعض وتربطهم ببعض، اللي هو تعمل لهم حاجه اسمها دايجرام، تشوف ايه اللي مرتبط بايه علشان تربطهم ببعض، بدل ما تعمل في لوكاب وحوارات كتيره جدا. لا، ده الباور بيفوت. وكمان الباور بيفوت بيشتغل على داتا كبيره مش داتا صغيره، يعني بيشتغل على داتا كبيره احسن ما تشتغل على في لوكاب وحوارات كتيره كده، تمام. فدلوقتي من ضمن الحاجات ان انا جبت دلوقتي بيع الناس دي كلها، ده التوتال سيلز، نخليه كده يبقى اول، اسمه اول سيلز اهو، اول سيلز اهي. ده الاول سيلز ده مجموع التوتال سيلز ده كله، يعني دولت كل دولت مجموعهم هو هنا 14 مليون و400 الف جنيه. والاول كوانتيتي دي اللي هي الاول كوانتيتي، اللي هي الكوانتيتي ده كله عامل 7800 وهكذا. دلوقتي انا عايز دلوقتي احط مؤشر اداء للكي بي اي دي، عايز اعرف الناس مين القريب من الكي بي اي او مين البعيد. طب نقفل ده كده، نقفله ونعمل هنا كي بي اي، قصدي نعمل هنا الاول انسرت، ونعمل نجيب الاول بيفوت تيبل فروم داتا موديل ونخليه من هنا كده، ونجيب مثلا كاستمر اللي هو اسمه فول نيم، ونجيب بيعه اللي هو فين، بيعه اللي هو بيكون في التوتال سيلز الاول سيلز دي، تمام. ده البيع. وده بصوا لو تلاحظوا ان في البيفوت تيبل كان بيبقى جدول واحد، لا ده انا جايبه من ثلاث جداول، جايب الفول نيم من الكاستمر، وجايب الاول سيلز من الاوردرز، تمام. واحنا بقى عايزين نشوف الكي بي اي دي هنعمل ايه. هنروح جايين على باور بيفوت ونروح عاملين نيو كي بي اي، تمام. بيقول لي انت عايز تعملها من اول كوانتيتي ولا من اول سيلز. لو تفتكروا اول كوانتيتي ولا اول سيلز اللي هي جايه من دي، لان انا عملت حاجه اسمها ميجر اللي هو اول سيلز واول كوانتيتي. انت عايز تعمل كي بي اي على اول سيلز ولا اول كوانتيتي؟ اقول لا انا عايز اعملها اول سيلز، اي نيو كي بي اي، هقول له انا عايز اعملها على اول سيلز. يقول لي الميجر، لا انا اقول لا مش ميجر، انا عايز اخليها على الابسولوت. ابسولوت مثلا اللي هو انت عايز تعمل ايه، اقول له مثلا، اقول له المؤشر بتاعي اللي هو وصلوا له، لو وصلوا الرقم 14000 جنيه يبقى الناس دي كويسه، اللي اقل من كده يبقى ضعيف وهكذا، نخليها 14000 جنيه، تمام. ده المنظر بتاعنا. وده قال لك بقى ايه اللي تحت، اللي قريب من ال 6000 ولا حاجه، اللي تحت ال 6000 ده ضعيف، والما بين ال 6000 و مثلا نخليه مثلا ال 12 او ال 11000 جنيه، ما بين ال 6000 وال 11000 جنيه ده متوسط، وما بين وفوق ال 11000 جنيه ده كده خلاص قرب. ونختار كمان الاشكال اللي احنا عايزينها. انا بصراحه بحب اختار الشكل ده لان ده بيعمل لي الكي بي اي بتبقى شكلها كويس. يعني التارجت بتاعنا 14000، اللي اقل من 6000 ده كده الراجل ده ضعيف قوي. ما بين ال 6000 وال 11000 الراجل ده متوسط، ما بين فوق ال 11000 خلاص ما قرب على 14، يبقى كده الراجل ده يعني قريب من التارجت، وندوس اوكي. ما حصلش حاجه لسه. الكي بي اي دي بتحط فين؟ بتحط في الاوردر، لان احنا كنا حاطين عاملين، هوريكم دلوقتي، لان احنا عاملين الميجر بتاعنا في الاوردر اللي هي الحاجات دي. الكي بي اي دي محطوطه على الاوردر اهي. هنروح فاتحين الاوردر، نفتح اول سيلز، نجيب بقى دي كده، نعمل الاول سيلز دي ونخلي الجول بتاعنا اهو اهي، نشيل بس ده كده، نحط كل ده نخليه كده الاول اهو، ونعمل اول سيلز ده وده وده، تمام اهو. تعالى كده لحظه،
الراجل ده عامل كام؟ الراجل ده عامل 8000 جنيه، وهو المفروض الجول بتاعه او التارجت بتاعه 14000 جنيه. فاحنا قلنا ده الراجل ده يعني قريب. بصوا تعالوا كده نخلي المنظر ده كده عشان يبقى اخلي بس المنظر ده كده نخليه قريب مننا كده. بص في الباور بيفوت اهو، لا في الـ في الـ معلش انا اسف، في الـ في المانج نجيب دي كده ونعمل اديت اهو. بص المنظر ده كده نخليه، هوريكم بس كده نخليه قريب مننا شويه اهو. استنى كده عشان بس ايه نخليه كده كوبي ونحطه كده عندنا كده عشان ايه اهو، نخليه كده بالمنظر ده كده قريب مننا. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا اللي اقل من 6000 ده احمر، يعني ده الراجل ده واقع. الراجل ده المفروض نعمل له بقى، نشوف له هنعمل له اسسمنت ولا لا. ومن 6000 ل 11000 ده الراجل ده قريب الى حد ما في النص كده، ومن 11000 لفوق ده الراجل ده يعني كويس الى حد ما. فلو تلاحظوا ان ده 8000، 8000 تقع ما بين 6000 و 11000، فالراجل ده واخد الاصفر او اللون الاصفر. وده عامل 34000 جنيه، ده لا ده راجل برنس ده. وده عامل 13000 جنيه، فده قرب من 14 لان احنا كنا حاطين له تارجت 14000. طب ده عامل 3000 جنيه، ده اقل من 6000 جنيه، وهكذا. دي اسمها كي بي اي. الكي بي اي يعني ايه؟ اسمها كي بيرفورمانس انديكيتور، ان انت مؤشر الاداء اسمها كي بيرفورمانس اهي. لا ثانيه لحظه اهي، اسمها اندي كيتور اهو، تمام. بقى اسمه كي بيرفورمانس انديكيتور اللي هو مؤشر الاداء، وده الشكل بتاعه. بس كده يا جماعه، دي الكي بي اي، وتقدر تعمل اكتر من كي بي اي، وتقدر تظبطها على اكتر من كذا حاجه. فاتمنى يكون الفيديو ده يعني بسيط، وان شاء الله يكون كويس، وان شاء الله يكون ساعدك ان انت تفهم يعني ايه كي بي اي. وممكن تعمل كي بي اي كمان باكسل عادي، مش لازم كي بي اي من على باور كويري او باور بيفوت وهكذا. فاتمنى اكون فدتك، ويا رب لو كنت فدتك بجد تعمل لي اشتراك وتشترك معايا في القناه وتعمل لايك على الفيديو، لان فعلا فعلا في ناس كتير قوي بتتفرج عليا وما تعرف يعني ما بتعملش اي تفاعل. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سر شجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.